هايل، المرة دي أحسن بجد. شكرا. شكرا. بيتو اسمعني وركز معايا. لا أنت اللي تسمعني وتركز معايا قوي، وإلا مش هتعرف ترجع أبدا لمكان ما جيت يا أستاذ. بمعنى؟ بمعنى إن أنا لو عملت أي حاجة غلط وأنا بمثل تقولي بس بالراحة وبصوت واطي، ولو أنت بقى زعقتلي افتكر إن حذرتك، لأن ساعتها هضربك، وبما إنك مليان بقى فهتحتاج ضرب كتير. يلا روح هناك وابدأ التصوير وتعلم مني التمثيل. يلا. حركة. أنا عندي عربية وعندي فلوس كتير، وكمان عندي 8 عربيات نقل بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وعندي محل في الشارع الكبير ده برضو ملكي. لو سمحت عيد تاني. يلا. أنا عندي عربية وعندي فلوس كتير وعندي أم. يا بيتو عندي أم، ده الجزء اللي أنا حقوله. قول كلامك بس. اتفضل. أنا عندي عربية وكمان عندي عجلة وفلوس، هو بقى اللي عنده أم. أنا اللي هقول كده، ده الكلام بتاعي أنا. هو أنا ماليش لازمة هنا؟ ده عايز يقول كل الكلام لوحده يا أستاذ. وش معنى يعني أنت اللي تقول أنا عندي أم وبالفم المليان كده؟ هو أنا يتيم ولا إيه؟ أنا مش مهم عندي أنت يتيم ولا لا، مش مهم عندك، المهم عندي. ما تزعليش بيتو يا حبيبي، أنت أديت أداء رائع جداً. نعم. دلوقتي بقى عايزك تستريح كده لحد ما نادي عليك للمشهد اللي بعده. اللي بعده. حركة. أهلا بيكو سيداتي وسادتي، يلا بينا عشان نلعب. إيه؟ إيه؟ أنا آسف جدا، أنا هجرب حاجة تانية، معلش اسمح لي. روح هات لي يلا إبدة الراجل اللي كتب كده على إيدي. إيه؟ ليه كده؟ أنا نفسي أفهم بس، هو أنتوا ليه كلكم بتقلدوا أمي تباتشان؟ الاختبارات خلصت، فركش. لا يا أستاذ، يا أستاذ اسمعني بس، اديني فرصة، استنى. اللي إيه؟ أنا مثلت كويس بس مع الأسف معرفتش أطلع كل قدراتي. لو موضوع التصوير ده توقف يبقى أنا إزاي بقى هعرف أخد القصر بعد كده؟ أنت يا بيتو مفكر اني ممكن اخد الاوسكار بالممثلين الضعاف اللي شفتهم دول؟ ده لا يمكن ابدا. اسمعني بقى يا استاذ جاي، انت مخرج بقالك سنين كتير، اما دول فلسه ممثلين في البدايه، ده حتى العصفور بياخد وقت عشان يعرف يطير ولا ايه؟ ماشي، انا عارف ان هم لسه في البدايه، بس انت ممثل قديم، قول لي بس ايه اللي حصل لك. لازم تحجز لي تذكره الركوب.